اهلا بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة بنتكلم فيها من خلال برنامجنا كلنا واحد. النهاردة بنتناول موضوع مهم جدا، وهو برنامج جامعة الطفل. جامعة الطفل هي برنامج تابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. هي دي موضوع حلقتنا النهاردة، هنتعرف أكتر من خلال ضيوفنا اللي منوريننا عن البرنامج وعن الفئة المستهدفة. أول ما هنبدأ الحلقة هتشوفوا ضيفتنا اللي منورانا، هتفهموا الفئة المستهدفة على طول. هنخرج لفاصل صغير ونرجع نرحب بضيوفنا ونبدأ كلام. رجعنا مشاهدينا علشان نتعرف عن برنامج جامعة الطفل. هنشوف ايه حكاية جامعة الطفل، وهل فعلا ممكن الاطفال يخشوا الجامعة وهم لسه اطفال؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضيوفنا اللي منورينا. ضيفتنا اللي منورانا الدكتورة جينا الفقي، المنسق العام لبرنامج جامعة الطفل. بنرحب بحضرتك اهلا معانا، وسهلا. اهلا بك. وكمان من الطلبة الأمامير اللي منورينا النهاردة، وهم يعني انضموا لبرنامج جامعة الطفل معانا جنى وائل. جنى وائل في خمسة ابتدائي لكنها عضوة في البرنامج. هي برضو هتعرفنا عن الدور اللي بتقوم بيه والحاجات اللي اتعلمتها. رحب بيك يا جنى. أهلا وسهلا. هنبدأ مع الدكتورة جينا، وعايزة حضرتك تعرفينا وتعرفي المشاهدين عن برنامج جامعة الطفل. هو برنامج جامعة الطفل زي ما حضرتك قدمتيه، هو برنامج بتدعمه وتموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. تمام. البرنامج كانت بداياته في الدول الأوروبية، في ألمانيا وإنجلترا 2002-2003. بدأت تطلع فكرة برنامج جامعة الطفل، وبدأ يلاقوا إن صداها هايل، وإن المردود على الأطفال اللي بتنضم للبرنامج ده مختلف عن الأطفال اللي بس بتدخل المدارس أو الفورمال إديوكيشن بس. فأكاديمية البحث العلمي تبنت الفكرة وبدأت تطبقها في مصر. بدأناها السنة اللي فاتت في 21 جامعة مصرية حكومية وخاصة. والسنة دي احنا فتحنا الدورة الثانية لبرنامج جامعة الطفل في 31 جامعة، يعني اتضمننا السنة دي 10 جامعات زيادة. الحقيقة احنا الجامعات اللي معانا في البرنامج من اسكندرية لأسوان، يعني بنخدم المجتمع المصري في كل محافظاته من اسكندرية لأسوان. هي فكرة برنامج جامعة الطفل ان احنا بنتعاون مع الاكاديميه، بتتعاون مع الجامعات المصريه لاستقبال الطلبه في سن 9 ل 15 سنه. هو البرنامج المفروض الحقيقه يضم من 6 ل 18 سنه، بس احنا بدانا بالفئه العمريه 9 ل 15 سنه اللي فاتت، والسنه دي يمكن السنه الجايه ان شاء الله نقدر ناخد بالظبط الاقل شويه والاكبر شويه. فاحنا بنتارجت الفئه العمريه اللي هي من 9 ل 15 سنه. الهدف منه ايه؟ احنا لما بندخل الولاد جامعه الطفل، الولاد لما بتيجي تساليهم مين احسن لاعب كره انت بتحبه، او مين اكتر مطرب، او مين اكتر فنان، بيبقى عنده اجابه وبيقولها على طول. طبعا وفي حد سريع. بيبقى مثل اعلى وقدوه بالنسبه له، بيبقى مرتبط بيه جدا ونفسه يبقى زيه. بس لو جيتي سالتيه السؤال ده على المستوى العلمي بقى، طب مين اكتر استاذ جامعه انت بتحبه، ايه اكتر عالم انت نفسك تطلع زيه، او مين قدوتك في المجال العلمي، يمكن ما يبقاش عنده اجابه قوي، لان هو مش انتروديوسد لده. يعني يمكن الميديا بتخليه يتعرف اكتر على لعيبه الكوره، على الفنانين، على المطربين، لكن احنا مش بنتروديوس قوي الطفل للمجتمع العلمي. فاحنا حبينا ان احنا الاطفال تدخل المجتمع العلمي من خلال الجامعات. هو البرنامج بينفذ جوه اروقه الجامعه من معامل وقاعات محاضرات. اللي بيدرس للطلبه جوه اساتذه الجامعه والمعيدين وستاف الجامعه تماما. طبعا بعد ما بياخدوا تدريب من خلال الاكاديميه على كيفيه التعامل مع الاطفال، لان هم بيتعاملوا مع مرحله سنيه اكبر، فبندربهم ازاي يتعاملوا مع الاطفال، وبيدخلوا يدوا المناهج للاطفال. اكاديميه البحث العلمي خدت عضويه ال يعني European Children's Universities Community، او اللي هي
الاتحاد العام جامعات الطفل في للجامعات اوروبا، الطفل ففي الاوروبيه. كونسلتنتس من انجلترا ومن دول اوروبيه معانا في البرنامج. المناهج بتتحط بحيث ان هي ينفع يديها استاذ الجامعه في معامل الجامعه وفي قاعات المحاضرات، بس تناسب كل مرحله عمريه للطفل. يعني بيبقى في مثلا البرنامج بيتقسم من 9 ل 10 سنين، 10 ل 11، 11 ل 12، 12 ل 13، 13 يعني هو ل 14، نفس 14 المنهج ل 15. لكنه مبسط ويعني من نفس غير منهج تفاصيل. المدرسه؟ لا، لا نفس خالص. منهج يعني ما بين المدرسة وما بين الجامعة، اكزاكتلي، هو منهج موضوع بس لوحده. بالظبط، بس مبسط وفي نفس اكزاكتلي. الوقت مش سهل قوي، يعني مش لا زي هو ليه المدرسة. هدف مختلف، هو هدفه مش ان انا بدي الطالب كم معلومات، انا بغير طريقه تفكير وتعامل الطالب مع المعلومه. يعني احنا بندي المعلومه بالعكس، في المدرسه احنا بندي الطالب المعلومه وممكن نعمل تجربه عليها او ما نعملش. اللي بيحصل هنا ان الطالب بيدخل المعمل يعمل تجربه ويبدا يستنتج هو اللي احنا عاوزين نوصل له من التجربه دي، هو اللي يبدا يطلع المعلومه. فاحنا بنطلع طالب شويه انالايزر شويه كريتيسايزر، ممكن يقول لا طب انا كنت ممكن اعمل دي، طب ممكن نعدل، طب ممكن نجربها بطريقه تانية. يبقى ده موجود. طب احنا هنشوف هدف جنى، تاني مهم بس عشان اكمل الصوره كامله لجامعه اتفضل. الطفل، لان دي مهمه. لما بنيجي الطالب عنده 17 سنه ويجي يدخل اختار الجامعه اللي انت عاوز تدخلها، انا عاوز ادخل طب او صيدله او هندسه، وما عندوش اي فكره خالص عن هو داخل طب او صيدله او هندسه يعمل فيهم ايه، ايفن دخل طب اداب، يطلع ايفن دكتور، ودخل هندسة يطلع مهندس، بس بس هيدرس ايه ولا القصه ايه، هو مش مفيش. عارف. هو انا بابايا دكتور او مامتي مهندسه فانا عاوز ابقى زيهم. فهو الهدف ان احنا في سن صغير زي جانا وبعد كده يبداوا يدخلوا جوه الجامعات لكل التخصصات، لان هم عارفين ياخدوا 9 تخصصات يدخلوها ان عارفين ديبث هيعملوا ايه. بالظبط في خلال 6 7 سنين اللي بيقضوها في جامعه الطفل. فبيتعرف على التخصص من قريب، بيشوفه احنا كويس. هنتكلم عن الفترة اللي اتفضل. بيبقوا موجودين فيها في البرنامج، بس خلينا نرحب بجنى. ازيك؟ الحمد لله. سنة كام يا جنى؟ 5 ابتدائي. 5 ابتدائي. بقالك سنة واحدة بدأتي جامعة الطفل ولا أقل من كده؟ لا، سنة. سنة. قولي لي بقى، عرفتي عنها ازاي؟ ولا ماما اللي عرفت وهي اللي قدمت لك؟ لا، مامي عرفت وقدمت، فانا قلت لها طب احنا بنعمل فيها ايه. قالت لي انتوا بتعملوا مثلا بتروحوا مثلا معامل، تعملوا مثلا صابون، ومثلا وتروحوا مثلا متحف تشوفوا حيوانات الحيوانات اللي هي محنطة. وانا قلت لها ماشي، انا عايزه اخد معلومه عن دي، يعني انا عشان الحاجات دي احنا مش هناخدها في المدرسه، وبس انا عايزه ابقى اعرف عندي خلفيه عنها عشان لما اجي اكبر اعرف انا عايزه اختار ايه، مثلا فنون جميله، هندسه، دكتوره كده. طيب قولي لي، انتي شاطرة في المدرسة طبعا اكيد، الحمد لله. بتروحي المدرسة في ايام والجامعة بيبقى ليها مواعيد مختلفة؟ يعني كلميني عن يومك كده بيبقى عامل ازاي. لا، احنا لما كنا بنروح جامعة الطفل كان لسه قبل المدرسة، يعني في الاجازة. ما كناش لسه دخلنا المدرسة، وهي برضو كانت مديانا حاجة حلوة ان احنا يعني دايما في الاجازة كله بيسهر ويصحى متأخر، هي كانت يعني نصحى احنا بدري، فدي حاجة كويسة للطفل ما للبني كنتيش ادم. بتبقي زهقانة وانتي رايحة؟ كنتي بتبقي حابة انك تروحي تتعلمي حاجات جديدة؟ كنت، والدكاترة بقى اخبارهم ايه؟ لا، كانوا طريقة، بيدرسوا كده زي المدرسين في المدرسة لا ولا أطيب، الطريقة مختلفة؟ لا طريقة اطيب. مختلفة، أطيب. اوكي طيب، اطيب، لكن طريقة الحاجة اللي بيقدموها لكم اللي بيعلموها لكم انتي بتفهميها اكتر من الدكتور اللي في الجامعة؟ بتقولي له يا دكتور ولا بتقولي له يا مستر ولا ايه؟ لا، دكتور. دكتور. انا كنت الاول بقولها ماشي او حاجة كده، فمامي قالت لي لا، ده في الجامعة بنقول دكتور، فانا بقيت بقول دكتور بس. اوكي ماشي، هنرجع لك تاني يا جنى. دكتورة جينا، يعني فكرة ان احنا نعلم الاطفال من وهم سن صغير، حضرتك بتتكلمي من 9 ل 12 سنة 15. ل 15 سنة، يعني تقريبا من تالتة ابتدائي او تانية ابتدائي لغاية تالتة اعدادي. بالظبط كده. فدي مرحلة بيبقى فيها الطالب وهو في المدرسة بيتعلم حاجات لسه صغيرة طيب. في كل المجالات، لكن لما يخش الجامعة ويبدأ يتعرف على حاجات تانية مختلفة بطريقة مختلفة، بطريقة يعني بيعلمها له دكتور في الجامعة، أكيد بيوسع مداركه، بيوسع قدراته، بيوسع بينمي عنده مواهب هو ما اكتشفهاش. فعايزة حضرتك تكلميني عن الطلبة وتعاملهم مع الموضوع ده. هو اللي حضرتك بتقوليه ده هو ده الهدف الاساسي من البرنامج، ان يبقى عندنا
طريقه مختلفه سبيشالي للطلبه اللي يمكن ما عندهمش الفرصه دي في المدارس، المدارس الحكوميه، المدارس الحكوميه في النجوع والمحافظات يمكن ما عندوش فرصه ان يبقى في معمل في المدرسه ولا في كمبيوتر يشتغل عليه ولا اي حاجه. فلما انا بديله الفرصه دي، انا بديله الفرصه زي ما حضرتك لسه بتقولي ان هو ينمي مداركه، ان هو يفتح طريقه تفكيره، ان هو يبقى انتروديوس للعالم وطريقه الشغل اللي العالم كله بيشتغل بيها النهارده. فهو يمكن ده هدف اساسي، ان هو الطالب يبقى مش طالب تقليدي، يبقى مش طالب بيلقن المعلومه، لا يبقى طالب بيعرف ياخد المعلومه ويحللها ويقرا فيها ويعرفها. يعني كان دايما مثلا سي لو بياخدوا حاجه في البيولوجي، ده مش معناه انه هيدخل المعمل ويشرح وخلاص، لا وهيدخل يقعد في معمل الكمبيوتر ويفتحه ويعمل سيرش على معلومه معينه ويطلعها، وبعدين هيروح يكتب كلمتين على الحاجه اللي هو عملها. يبقى هو اتعلم عملي، اتعلم عمل كمبيوتر سيرش وطلع المعلومه اللي هو عاوزها، وتعلم يكتب حاجه على اللي هو اتعلمه ده، واعتمد على نفسه وعرف المعلومه بشكل هيركز جوه دماغه، مش هيخش يحطه في الامتحان والموضوع انتهى. بالظبط، لان هو مفيش امتحان. هي الفكره بالنسبه لنا ان احنا عاوزين هو زي سمر كلاب كده مثلا. لا هو مش زي سمر كلاب، لان هو الفكره مش شغاله في السمر بس. يمكن هي جانا كانت في المرحله الاولى اللي هي 9 ل 10 سنين، فدي كانت في صيف اللي فات. المرحله من 10 ل 11 خدوا في الفول بتاع اول سمستر، من 11 ل 12 كانوا في السبرينج ده، هما لسه شغالين في السبرينج ده. جانا السنه الجايه اللي هي السنه الجديده بتاعتها هتبقى في فول 2016، فهو احنا شغالين طول السنه. هي بس البدايه بتبقى في الاجازه، وبعدين نبدا نكثف الجرعه او نزود كل يوم سبت من الدراسه. وهو مش الهدف ان انا اكتشف طفل موهوب او طفل متميز، قد ما الهدف ان احنا بنقول ان كل طفل عنده الحاجه اللي بتميزه، ان كل طفل مختلف، بس يمكن يبقى اهله والمدرسه والنظام اليومي بتاع المذاكره والتمارين و و مش مخلي الاهل عارفين يحطوا ايديهم على نقطة التميز بتاعة الطفل. فاحنا من خلال البرنامج ومن خلال 9 تخصصات اللي بتقدمها الأكاديمية في البرنامج، بنحاول نكتشف هو ايه الحتة اللي الطفل مميز فيها. ممكن ما تبقاش العلوم ولا الهندسة، ممكن تبقى حاجة زي العلوم الإنسانية، ممكن تبقى الفنون، ممكن تبقى أي حاجة. فالمهم إن احنا عاوزين نقول إن كل طالب فيه حتة بتميزه، فاحنا عاوزين احنا وأهله والناس اللي مشاركين في البرنامج نحط إيدينا على الحتة دي. جنى قولي لي إيه أكتر حاجة حبيتيها في جامعة الطفل؟ اكتر حاجه حبيتها هي الفنون الجميله. ان انا وانا صغيره كنت عايزه كده، وبعدين كان عندنا مدرس في المدرسه بيرسم كويس قوي، وانا من النوع اللي هو بحب اللي هو الرسم والحاجات اللي هي هاديه مش هندسه وحاجات كده، الحاجات الصعبه. وانا يعني وانا برضو بروح، يعني انا ساعات كنت بروح لحد يعلمني رسم، وكنت يعني مامي كانت تقعد تقول لي، يعني كان بتكتشف ان انا عارفه ارسم بس ما عنديش وقت اتعلم ارسم، يعني طول الوقت عندي تمارين ومذاكره. لكن لما رحتي جامعه الطفل لقيتي ان انت بتعرفي تطلعي موهبتك في مجال الرسم، وفي نفس الوقت فهمتي حاجات في البيولوجي وحاجات في الهندسه وحاجات في حاجات في اللغات. شكلك بتعرفي فرنساوي. انا في مدرسه فرنسي. والله عشان كده قلتي مسيو. طيب جميل. طيب قولي لي اصحابك في المدرسه معاكي كمان في جامعه الطفل ولا انت بس في المدرسه؟ لا انا الوحيده بس. انت بس. طب عددكم قد ايه؟ يعني الكلاس اللي بتبقوا فيه بيبقوا قد ايه، بنات او اولاد؟ لا في جامعه الطفل ولا في كلاس؟ لا في جامعه الطفل. ممكن مثلا 33 مثلا، 30 في العقل. في الجروب بتاعك بتبقوا 30 او 33 ولاد وبنات من مدارس كتير ومن محافظات تانيين، ولا كلهم من القاهره؟ معرفش. ما بتعرفيش؟ مش بتقعدوا تتكلموا مع بعض وتعرفوا انتوا حد جه هنا ليه جامعه الطفل وعرف عنها منين وهيقول لاصحابه ولا لا؟ انا كنت من انا ما بتكلمش، بس بقى خلاص في الاواخر ابتديت اتكلم. كنتي مكسوفه الاول، بعد كده خلاص خدتي عليهم بقى. جانا كانت مكسوفة برضو وهي بتعمل معانا الانترفيو في الأول، عشان كده هنخرج لفاصل ونرجع نكمل كلام. Yeah.
رجعنا تاني علشان نعرف التفاصيل عن جامعة الطفل، برنامج سمعنا عنه من خلال لقائنا ومن خلال جانا وحكاويها عن الجامعة، لكن الدكتورة جينا هتفهمنا أكتر التفاصيل، إزاي بيتم توزيع الطلبة، الطلبة اللي بيتقدموا إزاي، وبيكونوا المفروض يبقى العدد قد إيه. كل دي تفاصيل هنعرفها أكتر من الدكتورة جينا الفقي. دكتورة جينا، يعني أي حد ممكن يقدم؟ اي حد ممكن يقدم، دي حقيقه، مفيش شروط خالص للتقديم. احنا للاسف الحاجه الوحيده اللي بتحكمنا العدد اللي بتقبله كل جامعه، فاحنا بنفتح الاستماره لفتره لحد ما تتملي بالاعداد اللي الجامعات موافقه انها تاخدها. يعني السنه اللي فاتت احنا كان معانا تقريبا 2300 طالب، السنه دي 4320 طالب، فبقى التوتل اللي بتدعمهم اكاديميه البحث العلمي السنه دي 6800 طالب تقريبا في كل المحافظات. طب ايه الشروط؟ مفيش شروط، هو احنا بنفتح الاستماره على موقع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، بتدخل الناس تملى الاستماره الكترونيا، ده البورت الوحيد اللي ممكن حد يقدم من خلاله. اول ما الاعداد مثلا سي جامعه القاهره قايله انا هقبل 300 طفل السنه دي من جامعه الطفل، اول ما بيخلص عدد ال 300 بتتشال الجامعه من الاختيارات، فهي مجرد اسبقيه زي التقدم تنسيق ثانوي زي عام. تنسيق ثانوي عام، اماكن عدد اماكن مطروحه والناس بتقدم، لكن ما فيش اي اشتراطات لا على المحافظه ولا اي حاجه، ولا مستوى الولد في المدرسه ولا يعني ما فيش شرط لاي حاجه، اي حد من حقه ان هو يقدم في برنامج جامعه الطفل، بس هو التقديم الوحيد بيبقى ثرو البورت بتاع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي بس. وبيتوزعوا على الجامعات حسب السكن بتاعه؟ هو احنا مش بنوزع، هو اللي بيختار. يعني هو في الاستماره محطوط ال 31 جامعه اللي موجودين، كل ولي امر هو داخل بيعمل استماره لابنه بيختار الجامعه بيزد على اقرب حاجه ليه. يعني اكيد طبعا محافظه اسكندريه هيختار جامعه اسكندريه، القاهره يمكن في اختيارات شويه في جامعه القاهره، في عين شمس، في ام اس اي، في بريطانيه، يعني في جامعات حكوميه وفي جامعات خاصه. في جامعات حكوميه، في جامعات خاصه، تمام. يعني فطبعا كل واحد بيختار الاقرب لبيته عشان تبقى فيزب ان هو يودي ابنه طول الوقت يعني. طيب مده الدراسه بتبقى، حضرتك قلتي لي الاول بتبقى للمبتدئين، بتبقى في الاجازه، وبعد كده بيبداوا في اجازه نص السنه كمان، وبعد كده بيبقى في اجازه اخر السنه، وبالتزامن مع الدراسه. بالظبط. حضرتك شايفه ان ده يعني معظم الطلبه اللي كانوا عندكم في المرحله الاولى زي جنى فرق معاهم في الدراسه؟ انتوا اكيد بتتابعوا يعني. بتقول يعني هي اكيد اكتر حد يحس ده، يعني احنا يمكن بناخد بوست فيدباك جدا من الاهالي ومن من الطلبه، بس لو حضرتك سمعت منها اكيد هي اللي هيبقى عندها حاسه هل ده المعلومه فرق معاها ولا لا. حاسه انه فرق معاكي في المدرسه؟ حاسه ان انت بقيتي يعني مختلفه عن زمايلك؟ ان هو مثلا اسالهم تعرفوا مثلا عن مثلا اي سؤال، مثلا يعني اي سؤال شفتوا مثلا الحيوانات المتحنطه، يقولوا لي لا، لهم انا شفتهم واقعد اوصف لهم دول. يعني في السيونس مثلا في المدرسه وانت بتاخدي سيونس، لما تيجي المدام تشرح لسان جديده بتبقي شايفه نفسك ان انت عارفه المعلومه دي قبل كده غير زمايلك اللي ما يعرفوهاش؟ لا، هو اللي كان في جامعه الطفل ما كانش في السيونس. يعني السيونس مش قلتي دخلتي اللابوراتوار وقعدتي عملتي حاجات بالصابون لا، ما الصابون ده مش في اللابو. لا، مش في اللابو، ما بنعملوش. ما بتعملوه فين؟ ما بنعملش الصابون مش خالص. مش في منهج المدرسه يعني؟ مش في منهج المدرسه، لكن عملتيه في الجامعه. لما تيجي في المدرسه بعد كده حد يقول معلومه عنه هتبقي عارفاها. وصحابك بقى بيقولوا لك طب انت عرفتي الموضوع ده ازاي؟ طب قولي لنا نقدم ازاي عشان هما كمان عايزين يقدموا. ساعات بقول لهم انا رحت جامعة الطفل ويعني انا رحت وكنت هناك مبسوطة وكده، قالوا لي رحتيها امتى؟ قلت لهم في الاجازة، فيعني قالوا لي ماشي، هي طلعت حلوة مملة كده؟ قلت لهم لا، حلوة يعني. ما زهقتيش؟ لا، ما زهقتش. يعني هتكملي ان شاء الله في الاجازه، ولما يبقى في وقت الدراسه في برضو محاضرات، مش اسمها محاضرات هناك في الجامعه، ما يبقى في محاضرات هتلتزمي انك تروحي برضو في وسط الدراسه، مش هتبقي زهقانه ان في مذاكره في المدرسه وفي محاضرات كمان في الجامعه؟ هو انا هحاول، بس يعني هم قالوا لنا ان احنا هنعمل بروجكت، كل واحد مثلا انا اخترت مثلا فنون جميله، يبقى انا مثلا هكتب لتر وهكتب فيها عن الفنون الجميله، مثلا الفنون الجميله دي عباره مثلا عن الرسم، مثلا عشان مثلا زهقانه مثلا تقعدي ترسمي كده، ومثلا واحد هياخد مثلا بيولوجي فيكتب عنها.
كل واحد هيعمل بروجكت لوحده عن الحاجة اللي هو بيحبها. وهيقعد كمان مع الدكتور، يعني مثلا انا هقعد مثلا مع الدكتور بتاعت الفنون جميلة بتاعت البيولوجي، هقعد مع الدكتور بتاعت البيولوجي كده. يتناقش معاه في اللاتر اللي هو كتبه. تمام. دكتورة جينا، حضرتك بتقولي الفيدباك بيجيلكوا من أولياء الأمور، دي حقيقة. شايفينه إيه؟ شايفينه رائع. يعني شايفينه احنا رائع. شايفين ان المشكلة الأساسية دلوقتي ان احنا ما عندناش أعداد في الجامعات تغطي كل الناس اللي الاحتياجات، عاوزة تتقدم. الطلب. يعني هي دي يمكن الحاجة الوحيدة المحبطة، ان الناس كانت مستنية جدا فتح باب التقدم السنة التانية، والحقيقة خلص في 3 أيام. فيمكن هي دي كانت المشكلة، ان احنا مش قادرين ناخد كل الطلبة، لان هي يعني ماديا العدد الاكاديميه محدود. والاكاديميه بتصرف مبالغ رهيبه لدعم البرنامج، لان الطالب ما بيدفعش اي حاجه خالص. يعني الطالب بيدخل كل حاجه متوفره له، فعشان تدعمي ده والجامعه تفضي معاملها وقاعاتها واساتذتها فتره، فاحنا ملتزمين باعداد مش كبيره. لكن هي دي المشكله الوحيده اللي بتواجهنا، ان احنا محتاجين نفتح البرنامج لاعداد اكبر من كده، بس دي محتاجه يعني ترتيب اكبر يمكن. طيب انا عايزه حضرتك تقولي لي المشروع ده او البرنامج ده بيتوقف امتى؟ يعني اللي بيخش المرحله الاولى لازم هيكمل الثانيه، لازم بالظبط هيكمل بالظبط. الثالثه؟ وانس انرولد خلاص، هو اولويز انرولد، يعني هو دخل السنه دي، يعني جانا معانا ان شاء الله لحد ما تدخل الجامعه. يعني مفروض انها بتستمر في البرنامج على طول على طول لغاية ما لو لحد هي ما تدخل الجامعه. قررت ايه طبعا انها هي مش قررت. عايزة طبعا تكمل طبعا خلاص، لكن طبعا. انتوا ما بيجيش من ناحيتكم لا انكم تقولوا ابدا، الطالب ده ما لا ينفعش لا 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 يستمر. لا لا، مفيش كده خالص. يعني طالب مش هيكمل دي تمام خلاص، هو مفيش مشكله حر بقى. وحر طبعا، مفيش اي حاجه بتلزمه انه يكمل. لكن هو وانس انه دخل مش محتاج يملى الاستماره كل مره، هو بيملاها اول مره، وانس انه اتاخد هو بقى في البرنامج بيتنقل من مرحله لمرحله اكبر كل سنه اوتوماتيك، مفيش مش محتاج اي حاجه تاني. وهو اللي بيتوجه من خلال البرنامج على المواد اللي هو متفوق فيها، ولا بيبقى مطلوب منه ان هو يدرس كل الحاجة باكج على بعض؟ هو كل جامعه بتقدم 9 تخصصات، 7 موحدين على مستوى كل جامعات البرنامج، ودول احنا اللي بندي البرامج بتاعتهم او الاكتيفيتيز بتاعتهم للجامعات، اللي هم الطاقة والمية والبيولوجي والصحة وعلم المصريات والعلوم الإنسانية والآداب والفنون. دي حاجات مكررة في كل الجامعات. في تخصصين بنسيبهم للجامعة، يعني مثلا جامعة عين شمس ادت تخصص زيادة استرونومي، دي حتة بتميزها. جامعة قناة السويس ادت الثروة السمكية، فبنسيب تخصصين زيادة للجامعة تديهم اختياري. اختياري. فهو الطفل بيتعرض ل9 تخصصات في المرحلة الواحدة. بعد كده زي ما جانا كانت لسه بتقول، هي بعد ما خلصت ال9 تخصصات شافت ميولها ناحيه اي تخصص اكتر، بتبدا تعمل فيه بروجكت، بتبدا تتوسع شويه في التخصص ده، وتبدا تدخل ان دبس شويه في النولج بتاعته، وتختار بوينت تبدا تعمل عليها بروجكت. يجي السنه اللي بعدها هتدرس ال9 تخصصات تاني بس بعمق اكبر، لان هما بقوا ديزاين للمرحله السنيه اللي اللي بعدها. بعدها، وتشوف هل هي لسه حابه الفنون فهتعمل برضو البروجكت بتاعها في الفنون، ولا بدأت ميولها تختلف فتجرب بروجكت في حاجة تانية. او خلاص يعني تشبعت بالفنون اللي هي بتحبها وعايزة تخش في مجال تجرب تاني حاجة تانية. بالظبط تعرفه بالظبط، وتتعلمه لأن زي ما اكتر. بقول لحضرتك الهدف ان هي تعرف المجالات ان دبس، بحيث يوم ما يبقى وهي عندها 17 سنة بنقول لها اختاري مستقبلك، يبقى هي بتختار على اساس نولج، يبقى هي بتختار حاجات هي هي شافتها عارفاه. وعرفتها ودخلت فيها وعملت فيها بروجكت، فعندها احساس ومعرفه هي هتطلع ايه. ما تبقاش القصه مجرد اسماء، انا هطلع دكتور او مهندس او صيدلي وانا مش عارف انا هطلع اعمل ايه في دول. او هدرس ايه، او الحاجه اللي انا هدرسها دي فعلا هبقى فاهمها وهعرف ان انا بالظبط ادي فيها ولا لا. بالظبط. جانا عايزاكي تقولي لي هتكملي لغايه امتى؟ يعني على حسب، ممكن مثلا اكمل 2 3 سنين على حسب، عشان انا برضو وقتي يعني قليل قوي، ان انا عندي مذاكره وعندي تمارين وعندي هيكون عندي جامعه الطفل، وانا اصلا من غير جامعه الطفل دلوقتي مزنوقه، فانا بحاول اخلص وقت عشان ابقى اتعود، عشان لما اكمل بقى في جامعه الطفل يبقى عندي وقت ان انا اذاكر واروح تمارين. لكن انت شايفه ان انت دلوقتي صحيح زي ما انت قلتي الوقت ضيق ووراكي حاجات كتير قوي ما بين نادي ومدرسه وجامعه، لكنك حابه تكملي لغايه ما تلاقي انه خلاص مش هينفع، انا خلاص عرفت اللي انا عايزاه وفي نفس الوقت مش قادره ما عنديش وقت، يعني هتكملي لغايه معرفش. حبه شويه يعني ان شاء الله.
احنا في نهاية حلقتنا بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا، الدكتورة جينا الفقي المنسق العام لبرنامج جامعة الطفل، بنشكر حضرتك. وبنشكر كمان جينا وائل، هي طالبة في 5 ابتدائي وعضوة في برنامج جامعة الطفل، بنشكرك يا جينا. وجانا، جانا وائل تزعل قوي. مهم جدا ان احنا ناكد انها جانا وائل، بس الاسامي الحقيقه جينا وجانا شبه بعض. وفي نهايه حلقتنا احنا النهارده كنا بنعرف مشاهدينا عن جامعه الطفل، علشان ما حدش يقول ان التعليم في بلدنا بعافيه شويه، التعليم في بلدنا بخير، الطلبه بيتعلموا في المدارس وكمان بيتعلموا في الجامعات، عشان مصر بلدنا ان شاء الله تبقى قد الدنيا. واستنونا الاسبوع الجاي، ودايما كلنا واحد.